تتم في هذا اليوم عملية إتلاف كمية كبيرة من المواد المحظورة عبارة عن الشيرة، السجائر والمعسل، والتي تم حجزها خلال العديد من العمليات التي قام بها أعوان الجمارك، الدرك الملكي والأمن الوطني وجميع السلطات المختصة خلال الفترة الممتدة ما بين آخر شهر يناير وشهر مارس. وتهم هذه العملية إتلاف 15 طن من الشيرة، 511,000 علبة من السجائر، و14 طن من المعسل، وكذلك 72 قرصا مهلوسا. كما تقدر قيمة هذه المواد ب 186 مليون درهم. وتجري هذه العملية تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالداخلة، بمشاركة وتنسيق مع مختلف السلطات المحلية واللجنة القانونية المكلفة بهذه العملية. كما تدخل هذه العملية في إطار محاربة التجار الدولي بالمخدرات والتهريب. تتم بتاريخ يومي 30 يونيو 2020 عمل لجنة المختلطة المشرفة على عملية إتلاف وإحراق كمية مهمة من المواد المحظورة والممنوعة. تمثلت أساسا في 15 طن و 800 كيلو جرام من مخدر الشيرة، 511,420 علبة سجائر، 14 طن و 600 كيلو جرام من المعسل، بالإضافة إلى الأقراص المهلوسة، الكيف ومسحوق الكيف، مسحوق طابة وسجائر محشوة. هذه العملية هي نتاج مجموعة من العمليات الأمنية التي تقوم بها مختلف المصالح الأمنية تابعة لدائرة نفوذ هذه المحكمة من أمن وطني ودرك ملكي وكذلك سادة أعوان إدارة الجمارك. ومن هذا المنبر ننوه بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها مختلف العناصر خدمة للوطن وحماية للصحة العامة والاقتصاد الوطني.